معنا الآن من بروكسل موفدنا سيف الدين العامري. إذن سيف، كيف تجري الاجتماعات اليوم، وهل من أي تعليق على هذا الموقف الألماني الذي يبدو أنه يعني حاول أن ينقذ نفسه قبل التشاور مع شركائه الآخرين؟ نعم يوسف، وقع ما وقع الآن في ألمانيا بعد أن اعتمدت فعلا الحكومة الألمانية هذه الاستراتيجية لإنقاذ ألمانيا بين ضفرين فقط، يعني بضخ حجم هائل من الأموال تقريبا 200 مليار يورو والذهاب إلى موردين من خارج الاتحاد الأوروبي دون الاستشارة. شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي أكد على ثلاث نقاط رئيسية في تفاصيل الاتفاق على مشكلة الغاز الآن في هنا في المجلس الأوروبي في هذه القمة: خفض الطلب وخفض الاستهلاك واستيعاب الأسعار. هذه النقاط الثلاث تشكل منهجية بحسب شارل ميشيل في النقاش والتفاوض حول مسألة الغاز. في الحقيقة وضع نقطة تسقيف أو وضع سقف لسعر الغاز سيكبل بعض الشركات الأوروبية التي تتعامل فيما بينها أو مع شركات من خارج الاتحاد الأوروبي بشكل يحد من أرباحها، ونعلم بأن الأسس حتى الأيديولوجية التي بنيت عليها أو بني عليها الاتحاد الأوروبي حرية الأسواق والتبادل التجاري الحر والخضوع إلى قانون العرض والطلب تقريبا فقط لمسألة الأسعار، ولكن الآن وجدت أوروبا نفسها بعد أن فقدت ما يقرب 40% من كمية الغاز التي كانت تأتيها من روسيا، وجدت نفسها أمام خيارات صعبة وقليلة جدا. النقاشات في الحقيقة يعني ستكون هذا المساء أو بعد الظهر ساخنة على مستوى وزراء الطاقة وأيضا القادة، لأن أفق الحلول في الحقيقة بحسب حتى خبراء هنا الآن يتحدثون عن أفق ضئيلة لوجود حلول دون أن يكون لهذه الحلول استتباعات على الدول في داخلها أو أن تنمي داخل الدول نوع من النزعات الفردانية خارج التكتل للبحث عن حلول لنفسها مثل ما فعلت ألمانيا. وألمانيا تتلقى إلى الآن انتقادات شديدة حتى أن بولندا اتهمتها بالأنانية في الذهاب مباشرة إلى مثل هذه الحلول، ولكن من هنا إلى الغد يوسف الأكيد سنطلع على نتائج هذه القمة. بالتأكيد شكرا جزيلا لموفدنا إلى بروكسل سيف الدين العامري.